السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 5/12/2021 في الجولة 16 من الدوري الإسباني. متابعينا الكرام، لأول مرة تزورونا في القناة انزل اشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. في قناة تانية عملناها علشان الدوريات العربية والفيديوهات اللي مش تنزل هنا تنزل على القناة التانية اسمها من الآخر الخلاصة، هتلاقيها موجودة على المنتدى، المنتدى هتلاقيها موجودة عليها، الفيديوهات اللي بنزلها على الخلاصة 2 هتلاقيها موجودة على المنتدى. متابعين الكرام، اليوم رايو فايكانو فاز على اسبانيول 1-0، اليتش فاز على قادش 3-1، وعندنا ليفانتي تعادل سلبيا امام اوساسونا 0-0، سيلتا فيجو خسر من فالنسيا 1-2، دي 94 اقرب الماتش يخلص يعني. وهنشوف الاول نتائج المباريات السابقه. بدات الجوله امس باربع مباريات قويه، هي بدات الجوله يوم الجمعه 3/12 غرناطه فازت على ديفورتيفو الفيز 2-1، امس السبت اشبيليه فازت على فياريال 1-0، برشلونه خسرت من ريال بيتيس 0-1، اتلتيكو مدريد خسرت من مايوركا 1-2، وريال سوسيداد خسرت من ريال مدريد 0-2. وعندنا بكره باذن الله تعالى ختافي هتلعب ام اتلتيك بلباو الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه. وخلاص الماتش بيخلص اهو، هنتكلم خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين. متصدر ترتيب فرق الدوري الاسباني في المركز الاول ريال مدريد ب 39 نقطة، اشبيليه المركز الثاني ب 31 نقطة، ريال بيتيس المركز الثالث ب 30 نقطة، اشبيليه مؤجل لها مباراة، اتلتيكو مدريد المركز الرابع ب 29 نقطة ومؤجل مباراة لاتلتيكو، ريال سوسيداد المركز الخامس ب 29 نقطة، ريفر كان المركز السادس ب 27 نقطة، برشلونة المركز السابع ب 23 نقطة، فالنسيا في مركز الثامن ب 22 نقطة بعد الفوز اليوم، خلاص الماتش بيخلص، اوساسونا المركز التاسع ب 21 نقطة، اتلتيك بالباو المركز العاشر ب 20 نقطة، اسبانيول المركز الحادي عشر ب 20 نقطة، مايوركا في المركز الثاني عشر ب 19 نقطة، فياريال المركز الثالث عشر ب 16 نقطة، سيلتا فيجو بعد الخسارة اليوم المركز الرابع عشر ب 16 نقطة، غرناطة المركز الخامس عشر ب 15 نقطة، اليتشي المركز السادس عشر ب 15 نقطة، ديفورتيفو الافيز المركز السابع عشر ب 14 نقطة، قادش المركز الثامن عشر ب 12 نقطة، ختافي المركز التاسع عشر ب 10 نقاط، وليفانتي المركز العشرين والاخير ب 8 نقاط. المباراه خلصت يا جماعه 2-1 لصالح فالنسيا على ريال على اسمها ايه سيلتا فيجو. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. لصالح فالنسيا، فالنسيا فازت على سيلتا فيجو. متصدر الهدافين عندنا او ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ب 12 هدف. المركز الثاني اخوانمي لاعب ريال بيتيس ب 10 اهداف، الناس اللي بتقول 9 هو متسجل 10 يا جماعه مش 9. ايضا فينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد، وفي المركز الثالث ممفيس دبي لاعب برشلونه ب 8 اهداف، المركز الرابع ياغو سباس لاعب سيلتا فيجو ب 7 اهداف، واخو سيليو لاعب ديبورتيفو الافيز، ولويس سواريز لاعب اتلتيكو مدريد، وراولدي توماس لاعب اسبانيول، والمركز الخامس ميكيل اورزابال لاعب ريال سوسيداد، وويليان خوسي لاعب ريال بيتيس. وخلينا نتعرف على ترتيب صناع الاهداف. او ابراهيم كريم بنزيما ايضا متصدر صناعه الاهداف لاعب ريال مدريد، صنع 7 اهداف. المركز الاول ايضا لاعب اوسكار لاعب راي فايكانو، المركز الثاني انخيل كوريا لاعب اتلتيكو مدريد صنع 4 اهداف، وموياين لاعب اتلتيك بلباو، وجوردي البا لاعب برشلونه، ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، ونبيل فكر لاعب ريال بيتيس، وينيك كاراسكو لاعب اتلتيكو مدريد. المركز الثالث برايس لاعب سيلتا فيجو صنع 3 اهداف، وكازيميرو لاعب ريال مدريد، وديفيد البا لاعب ريال مدريد، وغونزالو مارتينيز لاعب فالنسيا، وماركوس لورينتي لعب اشبيليه، واكثر من لاعب. اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.